النادي الملكي الأردني للرياضات الجوية، رح نحكي عن قد في فعاليات ونشاطات ممكن السائح وأيضا المواطن الأردني يستفيد منها. معنا الأستاذ ماهر التل، مدير النادي. صباح الخير. صباح النور. أهلين يا مرحبا، وكل عام أنت بألف خير. أنت بخير. أهلين. كيف تجهيزات العيد؟ رح يكون في عجقة بالنادي ولا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. بداية أستاذ ماهر، ريت تحكي لنا عن الرياضات الموجودة اللي بيقدمها النادي. يمكن في أشخاص مش كتير مطلعين على الرياضات، إنه هلأ بالإجازة كمان بنقدر نستفيد ونغير جو ويكون عنا تجربة جديدة بنعيشها. ستي، بداية النادي تأسس عام 1997 من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني، ومسيرته من أول ما بدأ النادي عندنا ست رياضات جوية. واحدة اللي هي المنطاد الهوائي في منطقة وادي رام، وهذا دائما إقلاعه في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 للساعة 11 فقط. كل يوم؟ كل يوم. كل يوم. طبعا هذا بيعتمد على كمان حالة الطقس، إذا كان في أسس معينة نعتمدها للسلام العام، إذا كان الريح أقوى من المسموح فيه للطيران تلغي الرحلة فورا عشان السلام العام أهم شيء بالنسبة لنا. بفترة العيد كيف راح تكون الأجواء في منطاد هوائي؟ والله قبل فترة الأسبوع الماضي كانت الأحوال الجوية سيئة، فاضطرينا نلغي رحلتين، لكن تحسن الطقس هلأ وان شاء الله يضل الطقس متحسن على اساس يستفيدوا السياح الاردنيين والاجانب بالرحلات. في ناس بيكونوا حاجزين قبل اشهر اللي جاي من اوروبا وامريكا، فيعني بيأسفنا انه مثلا صدفه برحلتهم تلتغي هاي الرحله. لكن ما بتقدريش برضه تجازفي بيه. اللي بده مثلا قرر هلا بيقدر ولا لازم قبل بوقت؟ هلا بيقدر، بس اذا في مكان، اما اذا ما في محل بنضطر نعتذر. ويعني الحمد لله حركه المنطاد الهوائي الفتره يعني خلال السنين الماضيه كانت جيده جدا، وهي بتشكل حوالي 70-80% من دخل النادي. في عندنا رياضات تانية في منطقة وادي رام اللي هي المايكرولايت. المايكرولايت هي طيارة شراعية لكن بموتور من الخلف، وهي مكشوفة كلية، يعني لما أنت تقعدي بكون الطيار قدامك وانت قاعدة وراه وبينك وبينه سماعات. وكل شيء يعني أكنك أنت بباراشوت طائرة وعم تتفرجي على رام. حلو. والإشي الحلو فيها بالمنطاد والمايكرو، لما تطلع بالفترة الصباحية عند شروق الشمس بتشوفي الألوان السحرية اللي بتتغير بين دقيقة والأخرى للجبال وادي رام، وفجأة بعد تطلع الشمس كاملة تختفي هاي كل الألوان وتصير لون واحد. في عندنا كمان هذا اللي عم نشوفه ايش بالفيديو، هاي الالترا المايكرو لايت اللي بتطير اللي بتطير في وادي رام. طبعا في عندنا منطقه بسموها القاع، في عده مناطق موجوده في وادي رام، هاي احدها. بتكون ناشفه وبتصلح لهبوط واقلاع الطيارات، فالرحله يعني ممكن انك تطيري من 10 دقائق لثلث ساعه لنص ساعه حسب طلبك، وكل واحدة طبعا لها سعر. هلا هاي كل يوم برضو الرحلات موجودة؟ هاي لأنه كلفتها بدها طيار وكذا عنا إحنا، لكن غير متفرغ. فإحنا هلا مبدئيا منطير كل جمعة وسبت، كل جمعة لكن إن شاء الله في القريب العاجل حيجي عنا، يعني حيتفرغ طيار أساس يقدر يطير فيها بشكل يعني يوم. اللي حابب يعيش هاي التجربة بكرة بيقدر؟ بكره بيقدر. بيقدر. وحجزها اسهل من الهوت اير بالون، لانه يعني ما دام الطقس منيح. هي ليش بتقدر تطير بس بالفترة الصبح؟ لانه بتكون الجو بارد وما في حركه هواء. بس يصير تطلع الشمس بتحمل المنطقه اللي قريبه على الارض، وبصير يتغير الهواء، فبصير في تقلبات هوائيه. فلما هو فوق بالسماء ما في عليه مشكله، بس لما يجي يهبط هذه اللي بتشكل الخطر. وبوادي رام صحيح. وادي رام. المنطاد والطائرات والمايكرو لايت. هلا الطياره الثالثه اللي هي الالترا لايت برضه بتطير في رام، ممكن تلفي فيها حول جبال رام، وبرضه بالعقبه ممكن انت تلفي على شواطئ العقبه للمنطقه. حلو. الجنوبيه وترجعي. حلو. وبارتفاعات مختلفه، يعني في بيقدر يوصل ل 7000 قدم او 8000 قدم، وبيقدر يطير فيك على مستوى 2000-2500 قدم. والطياره لها بابين ممكن ينفكوا وتطيري بدون ابواب،
وهو شيء حلو جدا، كانك عم بتطير. بتطيري، فلما يلف فيكي مثلا على الشمال بتحسي حالك كانك طايره بالهواء لحالك. حلو، هاي ما جربتها، جربت المنطاد بس اتوقع هاي احلى. لا لازم تجربوا كل الرياضات، لانه فعلا اللي برك المنطاد له اكسبيرينس معين. وكل رياضه عندنا لها شعور، يعني بس تخلصيها بتطلعي بشعور بيختلف عن الثانيه. صح وصراحه الواحد ممكن يدمن عليها، يصير عنده حب كل شوي يروح يجربها. في كمان شيء مميز عملتوه بالصيف، السكاي دايف. كان في اقبال وعمل هيك ضجه بالاردن بشكل عام. السكاي دايف جوردن اللي هو مشروع هاي السنه الثانيه حنعمله ان شاء الله. السنه هاي بشهر 6 صار في منطقه وادي رام. يعني اللي قفزوا ما يقارب 800 شخص، وفي حوالي 3000 ل 5000 شخص يعني شارك في الفعاليات. السنة هاي بنتوقع في البحر الميت أضعاف الأرقام هاي، لأنه المنطقة اللي احنا اخترناها تتوسط يعني مناطق سياحية مختلفة مثل إربد، عمان، الزرقاء، جرش، والبحر الميت، يعني مناطق كثيرة. بعدين حتى أهل عمان اللي حابين يجوا يشاركوا ما مش راح تكون الكلفة عليهم عالية زي وادي رام. وادي رام بدك تروحي بدك تباتي ليلة في مواصلات إلى آخره. هون بيكون نص ساعة من عمان للموقع تبعنا وبتقدر ترجع بنفس اليوم. فرحتوني بخبر انه بالبحر الميت راح يكون ان شاء الله. بشهر 6 شهر 6 ان شاء الله. احنا يعني قريبا ان شاء الله حيكون معنا اجتماع مع سكاي دايف دبي اللي هم شركائنا في هذا المشروع. وبتقرر الوقت. ليش ارتباط سكاي دايف الاردن مع دبي؟ هي الصراحه بسكاي دايف دبي عندهم نفس النشاطات اللي عندنا تقريبا. لكن القفز بالباراشوت في فتره الصيف عندهم بيكون الجو حامي كثير، فقرروا انهم يجوا يشاركونا بالفعاليه عندنا في الاردن. فتطورت الشراكه هاي. احنا عندنا بالاردن طول السنه الجو لطيف وبيساعد. جربتها السكاي دايف ولا لا؟ السنه هاي ان شاء الله. السنه هاي انا ما جربته بس ان شاء الله السنه الجاي. وما فيش خطوره لانه انت هي بسموها تاندم جامب، بكون في مدرب معك، مدرب محترف وراكي وماسكك، يعني انت بس ما عليك انك يعني تقفزي، فهو ما بدفشك، بس انت عليك تعملي الخطوه الاولى، فبس تقفزي خلاص هو بيتحكم كل شيء. وبيطلع معك فريق مساند من اول ما تكوني على الارض بصوروكي، وانت بتتحضري وانت بتلبسي وكله، بتطلعي على الطياره بكون كله فيديو كامل للطيران تبعك كامل. كثير حلو. لتنزلي بيعطوكي بعدين سي دي للمسجل، فاذا بدك تصيحي بتحكي كله بيطلع على الدي في دي. يعني اللي بتخاف تروح عليها هي بتضلها محفوره بالذاكره. بالضبط. قد ايه كان هيك تفاعل الناس حلو؟ قد ايه كان في اقبال من السياح ومن المواطنين الاردنيين؟ المواطنين الاردنيين كثير، وبتتفاجئ انه 40% منهم نساء. السنه هاي حنجيب مدربات كمان، لانه كان في طلب انه نجيب مدربات بدل مدربين. ويعني الناس كانت تتزاحم على الدور. صح، بس يعني لانه كان وقت محدد، هي مدته 3 أسابيع. والفتره اللي بنقدر نطير فيها هي كانت من الصباح الباكر 6 ونص لل 11 12 الظهر. فما كان لنا مجال انه نعطي دور لعدد الناس. اكبر من الناس. فان شاء الله السنه هاي بالبحر الميت حيكون وضع يعني هاي السنه رح يكون برضه لمده 3 أيام ولا ممكن 3 أسابيع؟ عفوا 3 أسابيع رح نزيدها ولا رح تضلها 3 أسابيع؟ والله ما اظن حتضل 3 أسابيع، من فتره 6 الصبح لل 11. صحيح. لا بالبحر الميت حتكون اطول شوي أطول. فعشان هيك يعني العدد حيتضاعف. يعني ممتاز. مثلا اذا كنا نقدر نخلي مثلا خلينا نقول 60 شخص يقفز في اليوم، المره هاي حيكون الضعف تقريبا. ويعني كتكلفه ماديه كمان عم نحكي عن سكاي دايف جوردن اقل من غيرها، يعني في كثير اشخاص جربوا بس بيحكوا بالاردن كان التكاليف معقوله بشكل بالزبط. عام. بالضبط، احنا معظم الرياضات الجويه في الاردن اقل بكثير بما يضاهيها في اوروبا وامريكا، مع انها مؤسسه غير ربحيه. بالضبط، عشان هيك احنا الهدف على فكره الهدف من تخفيض الاسعار وبس يعني الكلفه مع ربح بسيط لتغطية المصاريف الإدارية والفنية. وهذا بأوروبا أغلى بكثير. وإحنا الهدف كمان نشر الوعي والمشاركين بهاي الرياضات،
مش بس من خارج الأردن، لكن احنا ان شاء الله من داخل الأردن. صح. وعشان هيك في اجتماع مجلس الإدارة الأخير قررنا نعطي خصم 50% على المنطاد الهوائي للأردنيين والرعايا العرب. انا هذا كنت احكي، يعني كمان رح تعطوا لسه اسعار خاصه اكثر للأردنيين ان شاء الله بكل الرياضات. ان شاء الله ان شاء الله. والهدف هي حابين انهم يجربوا هاي التجربه المميزه اللي يعني صح. حابين يدمنوا عليها ما يدمنوش على شغلات تانية. صح مزبوط. وهيك بيكون في شعور بالسعادة كمان أكبر. يعطيكم ألف عافية بالأكاديمية أستاذ ماهر المدير النادي الملكي الأردني للرياضات الجوية. شكرا لحضورك، كل عام وانتم بألف خير. شكرا إليك.